المناطق الغربية تعيش الآن حالة قتال عن. وقد قلت ذلك من الاجتماع الأول في غرفة العمليات، قلت هذه الحكومة حكومة حرب ونحن في حالة حرب بلا أي تردد، وإلى الآن أقول نحن لازلنا في الحرب، في حالة حرب، بل هي من أخطر أنواع الحروب، لأنها ليست حرب نظامية وليست حرب حدود وليست حرب جبال أو حرب من هنا وهناك كما يصير في بعض المناطق، إنها حرب من أخطر أنواع الحروب لأنها بها نفاق سياسي. ما كل العراقية أحمد العراقية. أدري هي من وصلت هنا هذا الهارتوف وطقق عليه. استشهد فيها شيخ خليل. يلا